دكتورة ريهام عبد المنعم، مدرسة الأمراض المتوطنة في القصر العيني جامعة القاهرة. بشارك السنة دي في مؤتمر الموحد الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، سعيدة جدا بوجودي فيه. وأكتر حاجة انبسطت منها في المؤتمر السنة دي إن احنا قدرنا نجمع الحمد لله أكبر عدد ممكن من الأساتذة من جميع أقسام الأمراض المتوطنة والأقسام الأخرى المختلفة من جامعات مصر من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها. سعيدة جدا بالتجمع العظيم ده، تجمع لعدد كبير جدا من العقول المستنيرة اللي من خلال التجمع ده نقدر إن شاء الله بإذن الله نقدم بإذن الله مؤتمر مثمر جدا جدا لليونج انفستيجيتورز سواء جوه مصر او بره مصر. واتمنى ان شاء الله ان المؤتمر يكون ليه مستقبل كمان على المستوى الدولي في السنوات القادمه ان شاء الله.